السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم حيشات صغار في الفرن على شكل غريبة، اللي كيجيو ساهلين في التحضير وكيجيو بنان في المذاق. غادي نخليكم مع طريقة التحضير والمقادير. بسم الله، كنحتاجو في المقادير نصف ملعقة صغيرة ديال الملحة، جوج معالق كبار ديال السكر، وجوج معالق كبار ديال الزيت، زيت الطبخ. وكنحتاجو 300 مليلتر ديال الحليب، وكنحتاجو ملعقة كبيرة ديال الزبدة بحرارة المطبخ، وكنحتاجو 15 غرام ديال الخميرة الكيميائية أو خميرة الحلويات. كنحتاجو كيس سكر فاني اللي كيتوفر على 8 غرام، وكنحتاجو كذلك قشور حامض محكوك، أو تقدروا تستعملوا هذا إذا كان متوفر عندكم نفس الشيء. وكنحتاجو 400 غرام ديال السميدة متوسطة. نمر لطريقة التحضير. كنضيفو في إناء، كنوضعو السميد ديالنا، كنضيفو عليه نصف ملعقة صغيرة ديال الملح، وكذلك السكر جوج معالق كبار، وكنضيفو عليه الخميرة الكيميائية والسكر فاني وقشور الحامض وجوج معالق كبار ديال الزيت وملعقة كبيرة ديال زبدة بحرارة الغرفة طبعا. من بعد ما كنضيفو جميع المكونات للسميد ديالنا، كنخدموه فقط بالاصابع بدون دلك، ما ندلكوش العجين ديالنا باش ما يجيش معجن. كنخدموه فقط بالاصابع حتى كينسجموا جميع المكونات. موراها كنضيفو الحليب تدريجيا، كنضيفو الكاس الاول وكنخلطو جيدا. من بعد كنضيفو الكاس الثاني، كنخلطو وكنخليو الخليط ديالنا يرتاح واحد 5 دقائق على ما يتشرب. بعد ما خلينا الخليط ديالنا يرتاح واحد 5 دقائق وشرب داك الحليب، كناخذ واحد المعلقه وكنديروا كويرات متوسطه الحجم وكنرشوها بالسميد، كنغطيوها من الاسفل ومن الاعلى بالسميد وكنديروها على شكل كويرات وكنوضعوها في صينيه الفرن.
غادي نوضعوهم في صينيه الفرن اللي يكون مسخن من قبل على درجه حراره 220 درجه مئويه. غادي نوضعوا الصينيه ديالنا من الاعلى حتى يتشقوا مزيان، عاد ننزلوهم للاسفل باش يكملوا الطياب. نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل ديال الحريشه ديالنا بعد ما خرجناهم من الفرن، كيجيو بنان في المذاق وهشاش. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.